تدخل الناس تشوفنا. عجب اللي احنا فيه ده؟ يا رب ده احنا متجوزين. متجوزين اه، بس ده بيني وبينك الناس ما تعرفش. ده لو الناس في حته عرفت دول قطعوك. وهون عليك. امال اللي مصبرني؟ انا نفسي كده تتنازل عن سمعتك زي ما انا متنازله عن سمعتي في الحاره. ومالها سمعتك؟ انت سمعتك زي الفل، حد يقدر يتكلم عليك نص كلمه؟ يا اخويا انت الحاره كلها بتتكلم. بتقول ان البت منى بتحب صلاح باشا. بس لك انت رايح جاي مش قاعد هنا فما تسمعش حاجه. انت بتحبيني بجد يا منى؟ طب ما تيجي اوريك الشقه الايجار الجديد اللي انا جايبها لك، شقه على نصيتين زي الفل. يا صلاح لو بتحبني بجد اعمل لي فرح، عرفني باهلك. هو انا يعني مش زي بقيه البنات ما تعملليش فرح؟ ان شاء الله لما علق الدبور. يا اخويا ده وانت امين شرطه مستعر مني. امال لما هتعلق الدبور هتعمل فيا ايه؟ يا بنت خليكي مفتحه، ساعتها مش هيبقى عليا تحريات من المباحث، محدش يعرف يعمل لي حاجه. صبرني يا رب. مش عارفه ليه مش مصدقاك. بكره صدقها. انت عارفه قد ايه بحبك. ده انت تلاقيك مش قايل لاهلك انك انت تعرف بنت اسمها منى، مش متجوزها. هعمل ايه؟ ما هو حظ اسود. على راي امي المنحوس منحوس حتى لو على راسه فانوس. تعالى شيل معايا. يا بنتي تعالى اوريك الشقه هتعجبك قوي. لما تعرفني على امك واختك صفاء الاول. صفاء؟ مش عارفك اللي هي اخت اسمها صفاء. ااا آه، قريت اسمها على المحمول. وتفتش في المحمول بتاعي ليه؟ وانت ما كنتش ناوي تعرفني عليهم ولا ايه؟ طب اقفل على الموضوع ده انا ماشي. طب تعالى شيل معايا. مش عايز يعرفني على اخته. بلاش. اتعرف عليها انا وانا صغير. انتي بتعيطي ليه؟ حاسه بالذنب. انتي مراتي يا صفاء سنة الاول سنة. صفاء الجواز العرفي ده زي اي جواز رسمي يعني. امال ليه حاسه ان انا خايفه؟ ليه حاسه ان انا بسرق؟ ليه بنتقابل من ورا الناس؟ ليه امي واخويا ما يعرفوش؟ ليه يا خالد؟ عشان المجتمع اللي احنا فيه عايز كده يا صفاء. مجتمع فاشل في انه يحقق ابسط حقوق. مجتمع حرمنا من كل حاجة. حرمنا نتجوز بحجة الشقة اللي مش موجودة. وحرمنا من الحب عشان خايف علينا نغلط يا صفاء. أنا مش عايزة أسمع أي خطب يا خالد. أنا عايزة أحل المشكلة اللي أنا فيها. نفسي أمي تاخدني في حضنها وتقولي مبروك. نفسي أخويا يعرف. نفسي اخلف يا خالد. مش خايفه اني اخلف. ابوس ايدك شوف لي حل المشكله. طب اهدي بس يا صفاء. اهدي انت مش مظبوطه دلوقتي. اهدي ونتكلم بعدين. لا بعدين ولا قبلين. انا ماشيه. شفت الخيبه اللي انا فيها؟ اتجوزك وسايبك وماشي. خدي دي. بينص فرحها بايده ياما مع انه كان بيموت فيها. بنت ساعات الامراه تموت في الفلوس وهو وضع على قد حاله. اللي يشوفها وهي بتتكلم عنه يقول البنت مش هتسيبه غير في التربه. بنت ناصحه مش انتي. رحتي بروح امك تجري ورا زبال. سالك ياما ايه زبال دي؟ لا ياما ازعل منك. ما تقوليش على عبد الله كده. يا اختي اسم الله. مش حال لما كانش يرميكي في اوضه زي الحق كل يوم والتاني تتفشوا منها انتوا الاتنين وتقعدوا على قلبي معرفش انام من دوشتكم.
لما انت تعبانه اليومين دول يعني لازم نقعد جنبك. ماشي يا حنين، احنا اكتشفنا هنلبس الفرح بتاع البنت بالليل. ماشي يا يما. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك يا سعاد. الله يبارك فيك. وعبيله ايه راح فين؟ تحك والفستان لسه مأجراه. ايه استخسر جنبك لك واحد جديد؟ انا اللي قلت له بلاش ده، هو يوم مش عايز حاجه يا سعاد. عاوزه سلام. ما عملتيش الفرح بالليل ازاي بقى؟ ده انا اللي بعمله لك بايديا. ربنا يوفقك يا سعاد. ألف مبروك. هذا الحبل يا ابني. الحمد لله أوعى اللحمة فيها سناء. الحمد لله. خليك أنا هفتح. جمال أهلا وسهلا. تعال يا أخويا تعال. ازيك يا عم فتحي؟ أهلا. ازيك يا جمال؟ اتفضل ادخل تعال. اقوم احضر لك فرخه كده ترم بيها عظمك. لا يا عمتي ماليش نفس. طب امسك امسك التفاحيه دي يلا بالهنا والشفا. عاوزك يا عمتي. طب ما تتكلم يا واد في ايه؟ ده جوز عمتك. ايه مكسوف من جوز عمتك؟ دي واحده يا سناء كده اهوت هخرج اتمشى بره كده اهوت واشرب سيجاره عشان ما اضايقش حد. ها طيب يا اخويا براحتك. تعالى يا واد قولي في ايه. بقول لك يا عمتي انا هبيع بيت ابويا. يا لهوي تبيع ايه؟ ما هو كتبوا لي باسمي يا عمتي. اذا كان كده ماشي. ولا اقول لك بلاش يا جمال بلاش يا حبيبي لحسن ابوك يغضب عليك. بص يا عمتي انا مش جايلك عشان تربيني من اول وجديد ولا تعلميني الادب. انا مزنوق وكده كده هبيع البيت واهو معايا العقد. هتشتري يا عمتي اهلا وسهلا. مش هتشتري ابيعه لحد تاني. لا هشتري هشتري طبعا هشتري. وبكره الصبح نروح للمحامي ونخلص. 50 زي ما اتفقتي مع ابويا. هو ابوك ده ما بيتبلش في بقه فوله؟ ماشي. ايه ايه عايز ايه؟ ايه يا عمتي بعت يا عمتي. حاضر من عين. امسك يا واد. كم دول؟ استنى بس امسك. ادي 1000 جنيه من تحت الحساب. بس حسك عينك حد يعرف عن الموضوع ده اي حاجه. ابوس ايديك انت اللي ما تقوليش والنبي لاي حد. حاضر ماشي يا عمتي. ماشي حبيبي. مبروك عليك البيت. الله يبارك فيك. ماشي. بالسلامة بالسلامة يا جمال. ألف مبروك يا سناء. اخسر عليك يا راجل. أنت بتتصنط عليا ولا إيه؟ دي أحلى تصنيطة اتصنطت عليها في حياتي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. روح بقى عشان تذبح لنا عجل. أجل إيه؟ أجلين؟ إحنا بقينا أصحاب أملاك. ملك يا بيت في ايه؟ مفيش يا امه. سيبك. اسيبك ده ايه؟ ايه اللي حصل؟ يا حد برضه يعيط يا بنتي وفرحه. انا تعبانه يا امه. تعبانه؟ فيك ايه يا بنت؟ مش عايزه اتجوز. اسفتي مش عايزه ايه؟ مش عايزه تتجوزي؟ عايزه تفتحيلي وسط الناس؟ مش عايزه تتجوزي ليه يا اختي؟ ابوس ايدك يا امه. مش عايزه اتجوز. مش عايزه اتجوز. وحد كان ضربك على ايدك؟ ما انا قلتلك انت يا اختي اللي اصريتي. انت يا بنت في ايه؟ مش قادره يا امه. مش قادره. مش طايقه الراجل قد ابويا يا امه. بس